السلام عليكم. أو تيجي أنت يا؟ أنا ما أستا. عندك من وش تيوم على ماري؟ خلاص يلا. وش تانا ترسل شوي؟ زوج بعشرة بيني رقم بعشرة زوج بعشرة بيني. ليش كا؟ بس اشتاشي بيني بيداري. أبغى تاني بيني اشتاشي بيداري. قربان يدانيشين. عود بيداري ما ودي يعدي. أهدي ليش كا؟ قربان لك جو ذاك يا زور باشا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تماثيل او تصاوير بين النبي صلى الله عليه وسلم الملائكه الناس تهز ما لا شيء رسمي تدابيا تمثال تكادكم رزادكم رسموا شنو مال الهايبا بس كاد زار رسمه غير هيا بشري نايب رسمي بشري قيلاك رسمي قشوجي ايدال وتشاو وكعبه واشكال احتياليه بس انتو رسمي بشري نايبي رسمك أي توي خيزان قربان أودر رسمي خو مخيزان لوي وترسا شوي ويليها لخمة جزور يعني ترسا جزور طب شاي وينش بكا إنسان ولدي ده هذا كم لوخش كبر يا برزانا أواني لما عليه ويني عن هي أوين عن اللابن رسمه اللابن يجون من كاك نا ألبوم يعني خب يا مصاصة حرام نابي وينا لما عليه كله قماشة شو يعني هنا لو عايشة لو زرت شيء لو زرت رسمي كذا برسم يعني مثلا سم راس طبعا دي كده يصير سفي ودي لسه تاكل بس مكاني طبعا يعني وين هيك دار السوق ما شكي اليمن اللي هاتو يعني مثلا سم هدي له هادو عايشي خزاني سيكر بيوصل مدي باب ونابي بس بيقول فرمي مدن او كانت تجيكو استنى بو وش استا استا بري كده يصير بارصا ودي يصير لسه تاكل اري والله بارصا بارصا كده اي والله اذا بس اذا في مثلا سم فرموي ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تماثيل او تصاعد يعني مثلا سم الملائكه الناس تهز ما لشيء رسمي كذابي يعني تمثال هذا بنية كان بنيته صورة مع زوج وش زوجها شاف صورة وقع القاع خافت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو تصاير رجاء هذا الصورة بالبيت لا تخلوا ذبوا على الألبوم لو حرقوها حرام الصورة وقته قايل ذبوا هذا الصورة هذا طلعوا برا هذا ما أدري أشوف هذا الصورة إيه والله الساعة ثلاثة بالليل شو اسمها هذا؟ أفين بنتك؟ تعرف عربي بارك الله فيك هسه هذا هسه ان شاء الله بنتي طيب هسه ما يقدر يحشي وما يقدر يمشي لا يمشي ولا يحشي ايش قد حاولنا من البارحه الساعه 3 بالليل وحاولته ودي المستشفى والله ما ودينا على المستشفى بس رقين رقيته عليه قران ايه شويه قرينا عليه قران وبالتاريخ فهم سجل بالتسجيل ما استفاد ما استفاد والله بس يفتح عيونه وما يحشي ما يحشي ما يحشي كل الزين بارك الله فيك هذا ابو المحترم يحكي باللغه العربيه كل الزين قلنا الخزان يقول هذا الزوج دي هسه ان شاء الله شاك دبي توقف سجدك ما يعشي وما يمشي قلت لك سناك عليهم سفر انا ما ادري مش لا يحشي ولا يمشي شلنا شيء حاولتوا ما استفاد شقد حاولوا من البارحه الساعه 3 بالليل نحاولوا نجيب ونودي ونريد مشي وياه وما يمشي ولا يحشي الله اكبر هسه ان شاء الله نرقي على القران هسه يطيب ان شاء الله عدا كلكم ترجعوا الى كتاب الله وسنه النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بإذن قائز ما مكري ناو تشيا ما يقدر يحكي شو اسمك ما يحكي هسه ان شاء الله يحكي باذن الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رياء الله بسم الله اشوف هسه شويه يتحرك باذن الله تعالى هسه يفتح لسانها دوت كو دوت كو لحد الان عنده فقدان الذاكره لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رياء الله بسم الله عشان شو صوت يطلع ولكن قليل هسه ان شاء الله باذن الله تعالى معجزه قران
بس يتم ان شاء الله يلا خش يا مريا الله بس ان شاء الله دنقت برسكا دنقت برسكا بريا الله ابي انت تمدي داي ابي داي بريا الله داي وش ما وصلت صوت البرسكا قول بعد الحمد لله فتح صوته ولكن 30% قول بعد نجيبه وش فضي اخويا السطاسي استا ان شاء الله شاك دبيتو وش فاشي بودي بو يهم بو هم بتاع معجزاك قران معجزه ويسكج وين نفسي اللي مالي دعني نسوس مش كيبا يلا افنجان افنجان دبي استا هستيوا قول بعد مريم بحثتوا افنجان بس استا برشم يلا افي خان استوا استوا افي خان يلا استا توزي كيما قول بعد افي خان استا تشيجم استا خشكم استا افي استا افي خان استا هسه طبعا لحد الان ابي قان يحكي ولكن ما يقدر يمشي هسه تشوفون ان شاء الله تعالى ابي قان دا يخوض بسرعه ابي قان زور باشا قربان اجا ان شاء الله بعد 5 دقائق ان شاء الله نشوفكم تشوفون ابي قان يراد له القران الكريم اكثر وان شاء الله نرقي عليه القران ويطلب ان شاء الله ابي قان فضل الخشبين ايضا نعيش فيه مع فضل اربيل ابي قان ان شاء الله استاذ باشا كيف شكلك تبي ان شاء الله تشاكوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان بس سلام بس عبدان هذا تبي صلاه دور الليل وش اتشاب ودي صلاه كده سوري بري ايه هسه كان قاعد مش مستر شاب هذا السلام عليكم هو هم يعبدوا يلا بقى صلاة شيء بدين الله وصلاة يلا بولي باغانس ورا يلا بولي باغانس دنك برسكا نبي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله نعوت يا أبي خان تقسم لك أبي خان تخوش أبي خان تعزى تزورنا خوش أتو باب قربان قربان كل هذا بسوي لأن أبي خان أتو كباب شيء أصدقائي رحمة الله خوش يا ندك صرت النية صرت الخوشة أبا أو شو صعصي شو الرسمي خوي وبيع وكي هذا ديواني على الوصيب بلى صعصي شو بيع وكي مستبو بخبر هادو أكثر زمان بيقول بيع وكي أرسم بين أخواري أرسم بين أبلماري أرسم سيو أصدقائي يتبع على كل أكثر صوتي نختي ما لقى جوانا أنا نختي ما تا أسر صعصي شو أنا صوتي هي نلاقي شيء شلل بو شلل بو لباوش ما عندك عن زنا أقعد يبغى بس باوش هنا ما نجوري بس أنا خايف زيادة بهمتي زنا بس بعيد من كان القرآن بيروز أود لي زور فرشة وكذا كاني مبارك سماري الحمد لله بس بيش بيعي بس داش نعم والله هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو تصاوير. هذا يقول بالبيت عندهم صورة صورة ما 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 زوج والزوجة شاف هذا الصورة وحسب شاف الصورة خافت من الصورة وقع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو تصاوير. لا تدخلون صورة على البيت. إذا صورة طبيعية مثل جبال مثل شجر طبيعي، بس لا تدخلون صورة رسم الزوج الزوجة لعائلة، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. رجاء يا أخواني يا أخواتي الذي يسمعون كلامنا، حبيبنا يقول إن الملائكة مرة ثالثة أكررها لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. هذا أخذ كان ما يقدر يعطي وما يقدر يمشي بفضل الله وبركة القرآن. لا تقول الشيخ علي إنسان متدين متقي، لاني متقي متدين، أنا رجل مسلم بصير، ولكن الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. ولا بسام ولا أوش كان بسام ده يزور خوشة يلا بسام، وهذا يلا يلا بسام سودك ما له بس مدينة ما له بس سودك مدينة أوش كان بسام مخولة بس كل شيء مدينة 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 تصلى تسلينا تصلى تسلينا تنقل عبدينا تنقل مصرينا تبدينا مدينة مدينة مدينة
تصلى تسرينا تصلى تسرينا تنقل لو دينا تنقل مصرينا قربان البيم قربان وش كاك بسام طبعا المداري ومغولة كانت شكالتش هي كوراجي زور شاكا دائما مزقفتها مزقفتها نيوش دكالا قرمانو كوراجي شاكا لما هندي لو خوشي قطن باس فردك مالو بي يقول خلي نروح للمدينة المدينة هذا مكان كلش جميلة بالعربي وهذا مغول خطية من ولادة عنده نقص كروموسوم يسمونه مغول بجامع ويا كتير أنا حبيت حتى يقول هذا الشيء أوسايا يا ابوني يا ابوني محمد يا ابوني محمد يا ابوني محمد قرباني محمد ودايك بان قرباني محمد الله بسلامك وبركاتك مزرك قربان اول شامو بركاتي القران يقول انا فداك امي وابي يا رسول الله لك قرباني محمد بن علي وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد وهذا هو معجزة القرآن خلينا نشوف بنتنا العزيزة ناجية أبي خلينا نشوف حتى يمشي أبي خالد نروح نقول لك نروح نقول ما نقدر نشوف أبي كيف داري يمشي عفوا بعدين أبي خان حسيت بالوان أثنين رجوع أبي خان أبي خالد دا بيتبرز كشهادة بدا أبي جان أتو عيد سأقول لأخونا هو أستاذ ندى كشهادة رجوي بس هذا الخوشة يا ربي مبارك ابي خالد تمام وصلوا خير بشغل حتى راي لي مبارك تعالي ابي جلسه ثاني بركاور ابي جان طبعا اول شيء بخاطري ابي نو يتابع القران معجزه وهذا هو معجزه القران في سكناري يا باشي بعد ثاني شيء القران يا باشي بعد خلاص بقول تايب في بوخ بعد خلص زول بعد خلاص كي طبعا اول معجزه قرانيه اريد كل الناس يرجع الى كتاب الله وسنه النبي هذا بنتنا عشان ما يقدر يمشي وما يقدر يحكي يحكي رب العالمين شفاء هذا فضل من الله وبركة القرآن وبركة الطب النبوي مستشفى حبيبنا قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الخوشة ربي بارك لي طبعا تبابي الخوشة مردو بمردي هنا ما نبي ندرو بكفيك ويدست ربي بارك لي طبعا حتى سابق فيك نشكي معزيش القرآن في روز بخوح قولة هذا سبيلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي مبارك سعيد 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 ربي مبار